أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج اسأل مع ميرا. سعيدة دايما أن كل جمعة من كل شهر بيكون معانا جولدن واي انشورنس وأستاذ سامي بشاي متخصص تأمينات. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا بك يا ميرا، مبسوط أن أكون في لقاء متجدد مع قناة محبوبة وبرنامجك المحبوب اسأل شكرا، مع ميرا. ميرسي دايما بكلماتك رقيقة جدا، فاحنا بنشكرك، نشكرك على تواجدك معانا. وعايزين نقول للسادة المشاهدين، على يوم الحد كنت برضو متواجد معانا، كان في سي سات عاملة تكريم لسعادة السفيرة لمياء مخيمر. طبعا مش كل الناس اللي بتشوفنا ممكن تكون عارفاها، بس ممكن تكون سمعت عنها. هي السفيرة بتاعتنا إنسانة محبة جدا وجمعت الناس مع بعضها، ويعني تقريبا يعني مثلا انا بقالي 14 سنه هنا، ما افتكرش ان انا رحت حفله للسفاره غير في عهدها. تحب تقول ايه على سياده السفيره لمياء مخيمر؟ هي بصراحة سيادة السفير لمياء مخيمر في قمة التواضع، ودايما بتشارك في أي مناسبة حتى لو كان عدد الحضور قليل. يعني أنا أتذكر الشهر اللي فات كنت في واجب عزاء وكان يوم سبت، وفوجئت بتواجدها، يعني رغم إن ممكن ما تكونش عارفة أغلب الناس الموجودين، وفيها ميزة يعني مش هتتكرر يعني في تاريخ السفرة، إن هي بتبقى حافظة أغلب أسماء الناس، يعني بتبقى حافظة الاسم بالظبط وبتقدر تقولهم كلهم. فده بيشعر المواطن العادي انه السفيرة بتاعته بتكون مهتمة بيه وعارفاه بالاسم. جدا دايما طقم السفاره فعلا ناس كويسين جدا وخدومين جدا، وهي عملت كذا فكره للشباب وللمراه، وانسانه جدا غاليه على قلوبنا. وفي الحفله قالوا هتوحشينا، وانا قلت لهم مش توحشنا لانها تبقى عايشه دايما في قلبنا. أمين طبعا، نستمر في التواصل من خلال الفيسبوك طبعا يعني والسوشيال ميديا. طبعا طبعا استاذ سامي، طبعا احنا بنشكرك لان انت دايما متواجد ويعني صاحب واجب زي ما بيقولوا، ودايما ربنا يخليك. سبورتنج الشانل، وانا عارفه بتسبورت حاجات كتير، وده برضو من يعني قمه اخلاق سعادتك برضو. ربنا يخليك. فانا معانا فيديو صغير حلو كده عايزين نوريه الساده المشاهدين، وعايزه بعد كده اسالك على احساسك وانت بتستلم الجائزه. نشوف الفيديو مع بعض. كمان الاستاذ سامي بشاي. جولدن واي للتأمينات. الصور بتاعت الحفلة صور جميلة جدا طلعت، واحنا بنشكر طبعا أستاذة هايدي سعد على المجهود الكبير اللي هي عملته، وطبعا سعادة السفيرة مياء مخيمر وكل ضيوفها. كان في المذيعة طبعا المعروفة هالة سرحان، وكان زاهي حواس، برضو دكتور زاهي حواس موجود، وسفرة كتير جدا جدا ورجال أعمال ومنهم أستاذ سامي بشاي. فإحنا بنشكرك يا فندم على تواجدك، وألف مبروك على الهدية أو الجايزة، شكرا. ومن نجاح لنجاح ودايما معانا ودايما عالي. ربنا يخليك، متشكر ميرسي. جدا. من الناس كمان اللي انا عايزه اشكرهم، ما كانوش موجودين في الحفله بس كان من السبورتنج برضو الحفله، هو استاذ فادي وهبه من تينيسي، وهو المنتج الفني وشركه سيمفوني للاعلام الفني. وهو ما كانش متواجد، لكن هو كان من احد السبونسرز، وهو دايما بيسبورت الشانل، واحنا بنشكره جدا جدا، وان شاء الله في الحفلات الجايه يكون متواجد معانا. وبنشكر كل اسره سيمفوني للانتاج الفني. استاذ سامي، عايزه بقى نتكلم شويه على التامينات. هل في اي حاجات جديده، اي اسعار جديده، اي امل جديد ان الاسعار تقل شويه، لان الاسعار عاليه جدا الفتره اللي فاتت؟ لا، هو الحقيقة طبعا بقينا نلاحظ ان الشركات لما بيكون شخص عنده حادث السعر بيزيد بنسبة كبيرة ازيد من مكان عليه. فاحنا في اخر سنتين ثلاثة طبعا في زيادة في تأمين السيارات، لان اغلب الشركات بتحقق خسائر، او مثلا ممكن نسبة اللاس ريشو توصل 99% 90%، فنسبة كبيرة جدا. لكن احنا كوكلاء لاكثر من 70 شركة، لما السعر بيزيد على العميل، سواء عميل معانا او عميل جديد، بنقدر نستخدم احدث النظم، يعني السوفت وير البرامج، وبنقدر نجيب له افضل سعر متاح. فعايز اقول لحضرتك في ناس ممكن تصل نسبة التوفير لغاية 50%. 50% مع شركات حضرتك؟ مش كله يعني، يتراوح من 20 ل 50%. 50% يعني في حد مثلا كان بيدفع 3200 في السنة، قدرنا نجيب له اوفر تاني ب 1600.
برضو في حد يعني بعد ما وافقوا على السعر مثلا اكتر من $700 في الشهر لثلاث سيارات، قدرنا نجيب لهم سعر يقل عن $500. فكان طبعا يعني احنا بتبقى عندنا برضو سعاده لا توصف، انه مش بنبص على الكوميشن بتاعنا رغم انه العميل بيبقى راضي بالسعر، لكن لما بيكون قدامنا فرصه ان احنا نوفر اكتر بنعمل كده، ما بنتاخرش عن الناس. طيب احنا بنشكرك طبعا على التعاون ده. عايز اقول لحضرتك ان انا من يومين قمت لقيت ان العربيه بتاعتي، انا كنت سامعها دايما بسيب العربيه مفتوحه لان الحته فيري سيف، لقيت ان العربيه متقلبه ومسروق منها حاجات كتير لان انا بسيب كل حاجتي تقريبا في العربيه. طب دلوقتي انا ما كنتش عامله رينتر انشورنس، دلوقتي هل انشورنس العربيه يغطي حاجات اللي اتسرقت من العربيه ولا لا؟ ما يغطيش؟ ده بيكون متغطي في تامين السكن، سواء رينتال بوليسي لو حد مأجر بيت او مأجر ابارتمنت او كوندومينيوم او تاون هوم او سنجل فاميلي، فالمتعلقات الشخصيه بتتغطى في تامين السكن مش في تامين السياره. اوكي. طب ولنفرض ان انا كنت عامله التامين وشويه حاجات، يعني مثلا منهم جي بي اس عندي من 10 سنين فما عنديش ريسيت ليه؟ فده كنت ممكن يتكمبنسيت ازاي بقى؟ في بعض الحالات حتى لو حصل سرقه حسب رقم الديدكتبل كام؟ يعني لو مثلا الديدكتبل 1000 وتكلفه او قيمه الحاجات اللي سرقت في حدود ال 1000، فساعتها انت بتدفع اول 1000 والانشورنس بيدفع اللي فوق كده. طب وهل لازم يبقى في ريسيتس واثباتات وكده ولا لا؟ لا، ممكن البوليس ريبورت لو في صور في اثباتات. يعني طبعا البوليس ريبورت بيطمن شركات التامين انه فعلا في حاجه حصلت يعني او في سرقه. اوكي. طيب انا عايز اعرف من حضرتك كمان، هل انا كنت بس انت قلت لي بيبقى ب $100 تقريبا في السنة الرنتال؟ الرنتال 100 دولار، يعني احيانا بيوصل $70، من 70 مثلا ل 90 95، لان في حاجات بتاثر في السعر حسب السن، السن برضو بياثر في تكلفه التامين، حسب السكن، حسب الديدكتبل، حسب الكفرج، لكن احنا بنعملها ب $70 لغايه 95 في السنه. وكمان ممكن يدفع بالشهر اوتوماتيك بدون اي مصاريف زياده. طيب. من حساب البنك. طيب احنا عايزين بقى نقول لسامي المشاهدين ان انا قاعده مع استاذ سامي بقالي سنين بعمل البرنامج وما سمعتش الكلام، وفي الاخر العربيه اتسرقت وخلاص دلوقتي هتعمل كل انواع التامين كده كده هسمع الكلام من هنا ورايح. بالنسبه لموضوع الرنتال، دايما الناس اللي بتعمل رنت بيكون الليس اوفيس مانجر هو اللي طالب، او الليس يعني اللاند لورد هو اللي طالب، ما طلبش حاجه، هي دي المشكله. فعايز اقول في حاجه اتكررت اكتر من مره، ان في بعض الايجنت الغير امنة عشان هم يعني مثلا بيبقى وكيل لشركه واحده، فمش بيقدر يجيب سعر اقل من $100 مثلا او الاسعار بتاعتنا، فبيلجا ان هو يخفض الكفرج عشان يحاول يقرب السعر شويه. فانا في حاله واقعيه شخص مثلا كان بيدفع $130 وحصل ووتر دامج عنده في البيت، وفوجئ انه الايجنت بتاعه يعني شايل حاجات من البوليس، فاصبح كده ان هو ملزم بتكلفه الاصلاح بالكامل. لو هو دفع زيادة شوية $30-$40 أو الإيجنت قال له مثلا سعر عالي ممكن شركة تانية تكون أوفر زي ما احنا بنعمل مع الناس، كان ممكن ساعتها التأمين يغطي. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، قلنا مش كل الناس هيبقى قلبها على العميل. فأنا إزاي أكون أنا واعي لنفسي يا أستاذ سامي؟ يعني دايما بتواجهنا مشكلة تانية خاصة في الكوميرشال، إنه ممكن الشخص ما بيبقاش فاهم إنه كل مهنة ليها سعر مختلف. فدايما لما بنيجي نعمل كوميرشال انشورنس بيكون في حاجه اسمها كلاس كود، يعني حسب نوع البيزنس. فمثلا ممكن ليكر ستور يكون الايجنت عشان الشركه اللي هو معاها ما بتعملش ليكر ستور يعملها جروسر ستور، فده بيعرضنا بالتاكيد في حاله وجود كليم انه ممكن الشركه تقول الكلاس كود مش مظبوط وما يدفعوش الكليم. دي برضو بتحصل في الكوميرشال. مش بيبقى فيه مراجعات وفي ناس بتيجي تشوف الكلاس كود؟ هو ممكن الانسبكتور اللي بيروح بيروح يراجع مثلا حاجات اللي تاثر على الحريق، حاجات التوصيلات الكهرباء، الروف. يعني دايما في البيوت مثلا لما بيروح يحصل انسبكشن لو لقينا مثلا شجر، فروع الشجر جايه على الروف، دايما شركه التامين بتطلب من صاحب البيت ان هو يقص الفروع زياده دي على اساس لا قدر الله حصل حريق، مثلا شجره حصل فيها حريق ما ياثرش على البيت. فاحنا دايما نبص خاصه في الكوميرشال انشورنس دايما نبص الكلاس كود هل هو مظبوط ولا مش مظبوط، دي نقطه مهمه جدا. تاني حاجه نبص على الديدكتبل ونبص على تفاصيل الكفرج. يعني دايما مثلا البيوت بيبقى فيها كفرج A وB وC وD وE وF، فلو لقيت انه مثلا كفرج C not included
نعرف انه دوت حاجه مش موجوده في البوليصه، فمفروض يتصل بالايجنت بتاعه يساله دي بتغطي ايه وتتكلف كام لو ضفناها وهل هو ليه شالها. لكن احنا دايما اللي بنركز عليه ان احنا نجيب افضل سعر لكل انواع من انواع التامين من خلال اكبر شركات في امريكا في كل مجال من انواع التامين. فيعني ان احنا يعني مثلا حصل انه شخص مثلا وفرت له $400 في تامين العربيه، فجي لما البوليصه ابتدت فجي قال لي كنسل البوليصه لانه الايجنت بتاعي اداني نفس السعر. فهنا السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، طالما نفس الشركه ازاي قدر يقلل له التكلفه $400؟ لا اما شال حاجات من تفاصيل البوليصه الحاجات اللي بتغطيها، لا اما قلل له المايلج. ولازم نعرف ان انت لو مضيت على شيء ملزم بيه، غير كده ممكن يبقى يعتبر ده من الغش، وممكن الشركه ما تدفعش الكليم لو حصل ان احنا بنعمل فايل للكليم في المستقبل. فلازم ناخد بالنا من حته المايلات، قرايه العداد، كل واحد يحط المايلات المظبوطه اللي بيسوقها عشان ما يعرضش نفسه لمشاكل في المستقبل. وممكن واحد يقول ايه الايجنت بتاع اللي عمل كده، ساعتها الايجنت مش ملزم لان هو الانشورد او المؤمن عليه بتجيله بوالص الوثيقه بتاعته في البيت، بتجيله بالبريد او بالايميل، فهو لو في شيء مش مظبوط المفروض يصلحه قبل ما يحصل. لا قدر الله مسؤولية العميل مش مسؤولية الايجنت. طبعا يعني في ايجنت طبعا بيكون محل ثقة وبيشرح طبعاً كل حاجة. انا دايما اقول له الديدكتبل مثلا لو 500 بكذا لو 1000 بكذا اختار ما بين الاثنين. اقول له مثلا التوينج بيصرف $6 في السنة، الكار رينتال بيصرف $26 في السنة، لو هو حاجة مش عايز يضيفها بس بيبقى عارف. وفهمه طبعا انه لو هو اختار ديدكتبل عالي مثلا عشان اقل في التكلفه فالمبلغ ده هو بيدفعه في حاله حدوث كليم. اوكي طيب. فالافضل ان احنا نفهم واحنا بنشتري افضل ما يحصل كليم ونبتدي نشوف بقى الحاجه دي متغطيه ولا لا. مظبوط، نسال قد على اسئله على عشان كده دايما ببعتها تكست مسج عشان الناس تبقى دليل، يعني لو جه قال لا ما حدش قال لي اقول له انا بعت لك تكست مسج. طب الخدمه شكلها عندك ممتازه جدا يا استاذ. طبعا الامانه صعب ان الناس تلاقي حد تثق فيه دلوقتي. ده حقيقي طبعا، ده حقيقي، انه خاصه الاشغال اللي فيها كوميشن بيبقى دايما الشخص عايز يبيع اكتر عشان ياخد عموله اكتر. لكن احنا المبدا ان احنا نخدم الناس، نفهم الناس تامين، وطول ما العميل بيلاقي فيه امانه وفي سعر كويس وشركات كويسه بيستمر. وبعدين اكتر شيء بينمي البيزنس الورد اوف ماوث، ان الناس بتجيب ريفيرر، كل واحد بيقول لاصحابه والقرايب والعائلات، هي دي اكتر حاجه بتنمي الشغل او تكبر الشغل. ده مظبوط. طيب جميل جدا، بنشكرك على التوضيح. استاذ سامي كمان انا عايزه اتكلم على اللايف انشورنس النهارده، بس انا عايزه اعرف ايه يعني مثلا الاسبوع اللي فات ايه الحالات اللي جات لك، وانا عارفه ان كل حاله بتبقى فيري يونيك وفيها تشالنج وفيها وبتفرح الناس او بتساعد الناس بشكل معين، ايه اخر حالات جات لك؟ بصي يعني نشكر ربنا احنا كبروكر فلينا الحريه ان نتعامل مع عدد كبير من الشركات. فاللي احنا دايما بنعمله بشوف ايه اكبر 10 شركات في كل نوع من انواع التامين وابتدي اتعاقد معهم. بالطبع في بعض الشركات ما بيتعاملوش مع بروكر، بيتعاملوا بس مع كابتيف ايجنت. كابتيف ايجنت دول اللي هم الشركات اللي ليها اسم، اللي هو بيمثل شركه واحده بس ما يقدرش يبيع لشركات ثانيه. مظبوط اوكي. فدول طبعا احنا ما بنقدرش نبقى معاهم، ودول في اغلب الاحوال في التامين على الحياه ما بيكونوش هم افضل شركات او من اكبر الشركات. يعني ممكن تبقى شركه مميزه في تامين العربيه او تامين البيت لكن ما تبقاش مميزه في التامين على الحياه. فاحنا اللي بندور عليه طبعا الطلبات بتختلف، واحد يقول مثلا انا عايز وثيقه تامين من غير كشف طبي، نبتدي نبحث ايه افضل شركه بتكون بتعمل تامين على الحياه من غير كشف طبي. نيجي مثلا حد تاني يقول انا عايز حاجه تفيدني كمعاش كاستثمار ويكون فيها مميزات ضريبيه. فعايز اقول لك مثلا في الاندكس يونيفرسال في شركات بتدي معدل فايده حوالي 4%، احنا نجحنا في التعاقد مع شركه المتوسط في اخر 20 سنه 7.2%، فيبقى كده احنا بنوفر للعميل نسبه ارباح اعلى لما يشتري اندكس يونيفرسال لايف. طبعا الشخص العادي صعب ان هو يلم بالامور دي ويعرف ايه الشركه اللي بتديله اوفر احسن من التاني، فدي بتكون مهمتنا ان احنا بنجد افضل شركه في كل انواع من انواع التامين. لان خدي بالك ما
مفيش شركة واحدة هتبقى هي الكويسة في كل المنتجات، كل شركة بتبقى مميزة في نوع واحد. فاحنا بنجمع كل أنواع التأمين على الحياة ونتعاقد مع أفضل شركة في النوع ده. مثلا الفاينل اكسبنس من غير كشف طبي، في شركات تعمل مثلا لغاية 40,000، شركات تعمل لغاية 30,000. السعر بيتفاوت بيختلف من شركة للتانية. الريت برضو والهيستوري بتاع الشركة. يعني عايز أقول لك في شركات تأمين على الحياة بقى لها أكتر من 160 سنة في البيزنس، فشركات عريقة جدا. في شركات مثلا بتدي زي ممبر شيب وبتدي مميزات تانية إضافية كتير. هل أنت شغال معاها اللي هي ميوتشوال دي؟ ما هو في ليبرتي ميوتشال دي عربيات وبيوت وكوميرشال، في ميوتشال وفوماها دي لايف. معانا يعني اسماء، احنا في حلقه كده ان شاء الله هنجمع اسماء الشركات وهنقول البيانات بتاعتها تاسست امتى، مبيعاتها قد ايه، الريد، لان دي كلها معلومات ما حدش يقدر يلعب فيها، دي ارقام. مظبوط. فاحنا بنحاول في التامين على الحياه بالذات ان احنا نجيب افضل شركة في كل منتج. ليه؟ لأنه لو واحد مثلا شرى وثيقة النهاردة سنه 40 سنة وجي بعد 5 سنين لغاها وشرى وثيقة تاني، فالسعر بيتحدد حسب السن، يبقى هتكون عليه تكلفة أعلى أو ممكن ظروفه الصحية تكون مختلفة. فعشان كده لازم نركز في التأمين على الحياة بالذات إن احنا نجيب أفضل حاجة متاحة. وبعدين برضو عايزين نوسع المفهوم بتاع التأمين على الحياة إن هو مش بيغطي الوفاة فقط، لا، في وثائق جنب التأمين على الحياة بتغطي الامراض زي التيرمينال انس، كرونيك انس، كريتيكال انس، ديسابيليتي. ففي الامراض دي كلها بتكون متغطيه نظير تكلفه بسيطه بجانب التامين على الحياه. في حاجات تفيد للمعاشات، في حاجات تفيد يعني للكوليج. عايز تقولي انه ممكن يستفادوا من اللايف انشورنس اثناء حياته، اثناء حياته وبعد ما مات، ولا اثناء حياته الاثنين فقط؟ يعني مثلا مثلا لو واحد عامل اللي هي الوثيقه اللي بنقول عليها ليفنج بينفيت اللي هي بتغطي الامراض، فلو حصل مثلا المؤمن عليه حصل له تيرمينال انس، انه الاطباء قالوا الشخص ده هيعيش لمده سنه او اقل، فساعتها في التيرمينال انس يقدر ياخد مبلغ الوثيقه بالكامل اثناء حياته او جزء منها، ويبقى الجزء للمستفيدين من الوثيقه في المستقبل. اوكي، يعني ممكن مثلا الوثيقه مثلا 100,000 ممكن ياخد 30، يبقى ناقص ال 70 المستفيدين من الوثيقه ياخدوه. طبعا اغلب الاوقات بالنسبه للاسر الشرقيه يعني بيكون المستفيدين مثلا السباوس، الاولاد، يعني بيكونوا الاقارب. في بعض الناس ممكن تختار اي شخص للحريه يعني، والبنفيشري دول او المستفيدين يقدر يغيرهم في اي وقت، لو اللي هو المؤمن عليه او الاونر للوثيقه يقدر يغير لو حب او يغير النسب. يعني مثلا لو اسره مثلا ربنا رزقهم بطفل زياده او طفل يعني نيو بيبي، فممكن يتضاف على كمستفيد من الوثيقه. مظبوط. برضه الكرونيك النس نفس الفكره، فدي بتختلف من شركه للتانيه. في شركات مثلا يقولوا التيرمينال النس مش لازم 12 شهر، ممكن نعتبره 24 شهر. في مثلا الترم لايف انشورنس التامين على الحياه اللي هو الفتره مؤقته، في شركات ممكن تديكي جارانتي ان انت تحوليها للنوع المستمر مدى الحياه قبل اي وقت قبل انتهاء البوليصه، وفي شركات ما تعملش كده. في شركات ممكن تسمح لك تعملي كونفيرت الهول لايف، في شركات تانية اليونيفرسال لايف. فالموضوع محتاج خبره وتخصص، ودي احنا بنقدر نوفرها للعميل لان ده تخصصنا. طيب طبعا هو في سؤال جالي، بس قبل ما ياخد السؤال ده، يعني حضرتك بتقول لي ان ممكن لو انا عامله بوليصه دلوقتي 200,000 وبعد كام سنه ربنا رزقني بقى دخلي اعلى شويه وعايزه اعمل بمليون، انا متاح ليا، لكن السعر في الوقت ده هل هاخد السعر القديم ولا السعر الجديد؟ لا، السعر الجديد. لو عايزه تقللي اوكي مفيش اي فحوصات طبيه. لكن لو هتزودي بيبقى في كشف طبي جديد والسعر طبعا حسب السن وقتها. في حاجه بقى كويسه، في حاجه كويسه جدا، يعني انت بتقولي لو الدخل زاد مثلا في الاندكس يونيفرسال لايف، دي بتعتمد ان هي تامين على الحياه، وكمان ممكن تامين ضد الامراض اللي قلناها ليفنج بينفيت، وممكن كمان نضيف عليها الانفستمنت ان هو بناخد جارانتي على الاقل من 2 ل 3% جارانتي كل سنه، فدي كده ما فيهاش اي مخاطره ان الفلوس تنزل. الفلوس تزيد بس ما تنزلش ابدا، لان في على الاقل
في بعض الشركات تدي 2% جارانتي او 2.5% او 3%. الافرج حاليا مع الشركه اللي احنا مش مركزين عليها 7.2، وممكن العائد يوصل لغايه 11%. هنا بقى انت قلت نقطه مهمه، الدخل زاد فانت عايزه تستثمريه في وثيقه جديده. لو انت عندك يونيفرسال اندكس فانت بتاخدي فايده مثلا 7% او 7.2. لو في سيوله ماليه زياده مش محتاجيها ممكن تحطيها في الوثيقه، يبقى استفدتي ان انت بتاخدي الفايده دي عليها. طبعا احنا عارفين فايده البنوك يعني مفيش، يمكن واحد او اقل في اقل من واحد. فهنا الاندكس يونيفرسال دي فيها كذا ميزه. لو انا مثلا بدفع 200 دولار في الشهر وجيت فتره كده مش قادر ادفع، مثلا ساعات شغلي قلت او الدخل نقص او عندي مصاريف زياده لفتره محدده، ممكن ادفع اقل. في برضه لما بنيجي نعمل الاستريشن بنقول للعميل في مثلا مينيمم ممكن هو اللي تدفعه والوثيقه تستمر سريع. جه في وقت من الاوقات مثلا حد عنده بونص او في دخل جاله زياده عايز يضيفه، وساعتها بيستفيد عليه العائد اللي هو موجود في البوليس. فاحنا في اخر يعني العائد ده بيختلف من شركه للتانيه. فاحنا بنيجي نشرح الالستريشن ونقول له مثلا اول سنه الكاش فاليو مثلا زيرو، تاني سنه كذا، لغايه سن 120. طيب وممكن برضو واحد لو واحد عايز يدفع مثلا لغايه ما يطلع معاش لغايه سن 65 ينفع، عايز يدفع لغايه سن 60 وبعد كده ما يدفعش تاني اقساط وتكون الوثيقه مستمره ويقدر يستفيد بالكاش ده في المستقبل. طيب خلينا نقول بقى ان واحد في وقت من الاوقات خسر كل فلوسه ومش عايز يدفع تاني وخلاص. خسر كل فلوسه، كل حياته خسر في كل اللايف حاجة. يعني في الوثيقه؟ لا اللايف. مش في الوثيقه يعني. خسر شغله وقال لك طب انا هقطع الوثيقه دي، انا مش عايزها. ماشي. الفلوس كلها اللي دفعها مثلا مده 25 سنه تروح فين؟ ما هو ممكن يكون العائد بتاعه الكاش فاليو اللي اتكون في البوليسه موجود ومحفوظ، يكون اكتر من اللي دفعه. أيوة. فساعتها يقدر ياخد المبلغ كله لو هو مش عايز يكمل الوثيقه. او ممكن ياخد جزء او ممكن ياخد قرض بضمانها. يعني في كذا اوبشن، لانه اليونيفرسال دي في كذا نوع. محفوظه ما بتضيعش عليك. ايوه ما احنا يعني الاستريشن، وكل كل سنه الشركه بتبعت جواب تقول لك انت الكاش فاليو اللي عندك قد كده كل سنه. اوكي. فحسب هو عايز يسحب جزء، عايز يسحب كله. طيب. عايز يلغي البوليس. طب ليت سي ان هو بعد الشر عمل حادثه او حاجه ونسى يدفع لمده 3 شهور 6 شهور، هل في ترمينيشن ليها من الشركه؟ ما هو ممكن لو الوثيقه فيها كاش فاليو ممكن الكاش فاليو ده يغطي البيمنت بتاع. يعني احيانا يقولوا ايه، يعني مثلا احنا في 2019 يقولوا انت عندك رصيد في البوليسه يغطيك لغايه سنه 2025. يعني كل الحاجات دي بيقدر يتصل بالشركه ويعرفها. ايوه. او الايجنت يعني يقول له المبلغ اللي عنده يقضيه لغايه سنه كام، مبلغ او ممكن يقلل البيمنت، ممكن معاه فلوس زياده يقدر يضيفها. فاحنا اليونيفرسال بالذات بينقسم لبتاع 4 انواع. ممكن واحد يركز ان هو عايز بس المبلغ التامين على الحياه، الورث يعني سوري مش الورثه، المستفيدين من الوثيقه يستفيدوا بيها. واحد تاني عايز يستثمر، عايز يبقى عنده كاش فاليو بيزيد باستمرار. فاحنا ميزه الاندكس ان ما فيهاش خساره، الاموال بتاعت عمرها ما تنقص، على الاقل بتزيد 2-3% جارانتي، او النون جارانتي ممكن يوصل لغايه 11-12-15% حسب ما الشركه بتكون متعاقده معانا. طيب ممتاز. طيب يعني اللي يجي يعمل انشورنس يعملها اندكس. ما لو يقدر على التكلفه. ما ممكن واحد تاني يقول انا عايز اعمل وثيقه تامين لغايه ما اسدد البيت، فعايزها مثلا 20 سنه، عايزها 30 سنه، حسب هو عايز يحط قد ايه في التكلفه اللي يقدر يدفعها او البادجت اللي هو حاططها. ايوه. ممكن واحد تاني يقول انا عايز مثلا بوليسه لغايه ما عيالي يكبروا، واحد تاني عايز من غير كشف طب، واحد عايز يامن الامراض، واحد عايز يفيد للمعاش. حاجه مثلا لما الاولاد يكبروا يلاقوا مصاريف يقدروا يستخدموها في تغطيه تكاليف الدراسه. اوكي حلو قوي. فتنوع غير عادي. يعني انا عايز نوسع المفهوم انه مش تامين على الحياه فقط، لا. بيفيد في لو حدوث مرض من الامراض اللي قلناها، بيفيد ك يعني كاستثمار، كمعاش، تغطيه مصاريف الدراسه. لو لا قدر الشخص اللي شال الوثيقه عليهم لسه اقساط البيت، يقدروا الوثيقه دي تساعد في سداد الاقساط المتبقيه، سداد الديون. لو واحد عنده بيزنس والبيزنس بيعتمد على
مهارته الفن، يعني مثلا دكتور اسنان البيزنس بيعتمد عليه، او دكتور بيطري، فممكن لما بيجي ياخد بيزنس لون شركه اللندر بيطلب منه انه يعمل تامين على الحياه عشان لو حصل له مكروه الوثيقه ساعتها بتكون بتغطي. فالمجال واسع جدا، محتاج يعني الزوجين يبقوا قاعدين معانا ونشرح لهم كل التفاصيل. طيب اهميه بقى اننا كنا زوج وزوجه واولاد في البيت، 3 أو 4 أطفال منهم بيبي منهم ولد في الجامعه، ايه اهميه ان احنا كلنا يبقى عندنا لايف انشورنس؟ لانه طبيعه الحياه هنا مختلفه عن بلادنا. يعني احنا هنا اي حد بيشتري بيت بيشتري مثلا بالتقسيط على 30 سنه، فلو حصل شيء ساعتها مين هيسدد اقساط البيت؟ لكن ممكن في البلاد التانية بيكون بيشتري كاش، بيشتري بالتقسيط على 2 3 سنين، لكن هنا الوضع مختلف. هنا مثلا تكاليف الدراسة الجامعية مرتفعة التكاليف، فممكن الأسرة أو البيرنس يبتدوا يفكروا من أول ما يكون الطفل بتاعهم صغير يبتدوا يدوروا على حاجات تفيدهم في إعفاءات ضريبية يقدروا يستفيدوا الطفل بتاعهم يستفيد لما يجي يخش الجامعة لتغطية نفقات الدراسة الجامعية. في برضو حاجات كتير مميزات ضريبية كتيرة جدا. زي ايه؟ يعني مثلا الايرا. أيوة. يعني لو الامبلوير بيدي 401k للموظفين بتوعه، لو الموظف دوت ما عندوش في الشغل 401k ممكن هو يعمل ايرا اكاونت اللي هي انديفيدوال ريتايرمنت اكاونت، فدي تقدر يستفيد بمبلغ ليه ولزوجته انه بيقتط، يعني ما بيبقاش خاضع للضريبة، ما في متأجل الدفع لغاية سن 59 سنة ونص أو أكتر لما يجي يسحب الفلوس دي. فالآيرا أكاونت برضو ممكن بتفيد في ناحية الضرائب. يس مظبوط. طبعا في هي حاجات كتير قوي ولازم كل واحد يعني يسأل وما نكسلش يعني عايز استاذ سامي يا جماعه يعني ثروه زي ما بيقولوا. وبعدين عايز اقول لك حاجه، في ناس كتير بعد سنين طويله بتكتشف ان الوثيقه بتاعتها مش هي افضل حاجه ليها، فاحنا ممكن نساعد الناس ان نرجع لهم الوثيقه بتاعتهم، لو هي كويسه نقول له دي كويسه او افضل ما تقدر تحصل عليه، لو مش كويسه ممكن ننصحه انه يبتدي يعمل حاجه تانية افضل. نفس الفكره في التامين الصحي، لما حد بيسال طب اروح تبع الشغل ولا اروح تبع اوباما كير، بنقدر برضه نقارن الاثنين ونقول له ايه الافضل ليه. فالميزه ان انا مش هبيع وخلاص، يعني ممكن لو هو تأمين الشغل بتاعه أفضل ليه أقول له روح مع تأمين الشغل، لو وثيقة التأمين اللي عنده على التأمين على الحياة كويسة أقول له دي كويسة مش هتقدر تجيب أفضل منه. لكن لازم نفهم الوثيقة بتاعتنا، لأن دي حاجة بتستمر سنين طويلة، ممكن نفاجأ يعني بعد 20 سنة غير صار. مفاجآت غير صار. فأستاذ سامي ممكن حضرتك حتى لو حد عامل من 10 15 سنة نراجعها، تقدر تراجعها له؟ هل بيبقى في possibility ان انت تصلح حاجة؟ لا، في لا، ما ممكن مثلا يعني او مثلاً يكلم الشركة ويقول لها في غلطة حصلت من 20 سنة. لا ممكن يحول، يعني مثلا في واحد عامل مثلا ترم 20 سنة وعدى منهم فترة وهو عايز تأمين مستمر، فممكن نفس الوثيقة نقول له حولها لليونيفرسال، احولها للدفع. لا، ما هو الترم ما فيهوش كاش فاليو، في بعض الوثائق ما نعملش الترم. يعني هو بص الموضوع ان احنا ما نعملش الترم يا جماعه، ما هو ميزه الترم ان هو تكلفته قليله في متناول اي حد، وممكن الشخص يكون بيشتري تامين على الحياه لغرض معين فهي دي المناسبه ليه. ايوه، مثلا الترم ممكن واحد لو عايز يسترد الفلوس اللي دفعها كلها يقدر ياخدها، يعني في مثلا وثيقه اسمها ريتيرن بريميوم، هو مثلا بيدفع $1000 في السنه لمده 30 سنه والوثيقه مثلا بربع مليون دولار، لو حصلت الوفاه خلال ال 30 سنه المستفيدين من الوثيقه هيستفيدوا ربع مليون، لو الشخص ما زال على قيد الحياه عند انتهاء فتره الوثيقه ياخد الفلوس اللي دفعها بالكامل، فدي من انواع برضه البوليس الجديد. فشوفي في تنوع كبير جدا، وصعب ان شركه واحده يكون عندها كل المنتجات دي، احنا كل منتج في شركه مميزه فيه. ممتاز. طيب يعني بما انك حضرتك في سوق التامينات وبتقابل مصريين، يعني الافات المصريين، ايه رايك في الاقبال المصريين على تامين الحياه؟ لا، الناس انترستد، يعني نادرا جدا جدا ما واحد يقول لك هتفول عليا او مش عارف او ما احبش السيره دي، دي بقت حاجه نادره جدا. الناس كلها كان زمان دلوقتي بيعملوا كده. يعني عايز اقول لحضرتك السنه اللي فاتت حصل حوادث سيارات كتيره
لينا أشقاء وإخوة مصريين كتير اتوفوا في حوادث، اللي اتوفى أثناء عمله. الحاجات دي بتخلي الناس تقلق. يعني يجي لي ناس يقول لي ما ممكن اللي حصل في فلان ده يحصل لي، أو أنا بسوق مثلا كتير على الطريق فممكن معرض في أي وقت الحادث. فالناس عندها وعي تأميني دلوقتي أفضل طبعا بفضل الفضائيات والسوشيال ميديا. دلوقتي الناس كلها بقت تسمع وبتشوف وفكرها بيتغير، لأنه سيستم البلد متغير. ده حقيقي. فالناس كلها انترستد في اللايف، بس هو الفكرة بقى إنه الواحد هيدفع كام، إيه اللي هو محتاج يغطيه. فدي لازم بتبقى يعني فيها قعدة ممكن تقعد ساعة ساعتين عشان نبتدي نشوف إيه أفضل بديل ليه. لكن من ناحية الشركات دي مهمتنا إن إحنا نجيب أفضل شركة في كل أنواع من أنواع التأمين. يعني مثلا في ناس طلبوا مننا إن هم مش عايزين يعملوا كشف طبي، فبحثنا ودورنا وجبنا شركة بتعمل من غير كشف طبي، بس أكيد ليها عيوبها دي. بس لغاية سن 55. لو حد أقل من 55 سنة وعايز وثيقة تأمين على الحياة بدون كشف طبي متاحة لدينا. متاحة. طيب دلوقتي أنا كلمتك في المكتب وقلت لك أستاذ سامي شفت البرنامج بتاعك ممتاز جدا، عايز أعرف أنت محتاج مني إيه، I provide it to you right now، ونقدر نعمل تجيب لي كوت على مدى الحياة ويكون ما يكونش تيرم، يكون اندكس. اوكي. طيب هتقول لي عايز ايه؟ اول حاجه ايه الادويه اللي بياخدها، ايه الامراض اللي بيعاني منها، مدخن ولا غير مدخن، السن طبعا بيأثر، مرأة ميل او فيميل. طبعا الستات الفيميل ارخص، اقل في التكلفه مظبوط، على اساس متوسط الاعمار اعلى. اعلى. فمدخن او غير مدخن دي برضو بتفرق كتير. الادويه، الامراض، لان احنا لما بنيجي نعمل الميديكال اكزام الفحص الطبي بيبقى مثلا في بريفيرد بلس، في بريفيرد، في ستاندرد بلس او ريجولار بلس، المسميات بتختلف بس هي نفس الفكره يعني. ستاندرد. ستاندرد ده بقى ممكن يتقسم لتيبل ايه، تيبل بي، سي، يعني المرض والادويه دي بتاثر في السعر جدا. طب البيرسونال انفورميشن بقى بتطلب السوشيال سكيورتي بتاع الشخص؟ طبعا. لانه لما بنعمل الابلكيشن فالعميل بيمضي اوتورايزيشن لشركه التامين ان هم يراجعوا الميديكال ريكورد بتاعه. حتى لو من غير كشف طبي. ايوه. بيراجعوا الميديكال ريكورد. ايوه فهمت. فحصل معانا كتير الفتره اللي فاتت ان احنا لما بنيجي نعمل مثلا كوت لللايف انشورنس بناء على البيانات نقول له مثلا انت هتبقى بريفيرد، ونيجي نعمل ميديكال اكزام والاندر رايتر يراجع الابلكيشن نفاجئ انه يقول له لا ده انت بريفيرد بلس، يعني دي اقل في التكلفه. فمثلا العميل كان مثلا عايز يشتري وثيقه بربع مليون، لما نقول له انت بريفيرد بلس وده اعلى ريت وافضل ريت يعني احسن حاجه، بيزود المبلغ مثلا لنص مليون او كده، بيكون بقى فرق تكلفه بسيط. ممتاز، حلو قوي. بس بس لازم نبقى يعني لازم نبقى امنا نقول الادويه اللي بناخدها، الامراض اللي بنعاني منها، طيب كل ده موجود انت عندك كتجربتك. كلنا ساعات احيانا بنعمل حاجه اسمها ام ار اي، انا سمعت اللي بيعمل ام ار اي ده البوليسه بتاعته بتبقى غاليه جدا لو هيعمل لا بوليسة. لا ما ممكن تكون حاجه كانت مؤقته وانتهت. ما عشان كده الاندر رايتر دايما يسال يقول مثلا طب سنه كذا الدكتور كتب دواء ده اتاخد ليه، هل مستمر في اخده ولا لا. كل الحاجات دي بتبقى متاحه، بس احنا يهمنا ان احنا نخلي الاندر رايتر يعني نكون امنا معاه فيبقى في ثقه في التعامل. لو حس ان الشخص اللي قدامه ده بيخبي حاجه ممكن ساعتها يعني ايه يقعد يفتش في كله، وكل حاجه ظاهره، ميديكال ريكورد موجود، زيارات الدكاتره، بيدخن ولا ما بيدخنش، الوزن، كل الحاجات دي بتبقى متاحه. ايوه ده حقيقي. فاحنا افضل انا دايما كده يعني في زباين يجي مثلا في الكوميرشال انشوره يجي يقول لي انا مثلا مديله سعر في التامين العربيه 200 دولار، يجي هو يقول لا ده انا جايب ب 150، معشان الايجنت عملها له غلط، هو كده ما وفرش 50، لا ده هو ضيع ال 150. ليه؟ هو يخسر كمان، لان هو لما يجي يحصل كليم معروف هو بيشتغل ايه وبيعمل ايه، سهل جدا يقولوا له سوري انت عملت غش مش هندفع لك الكلام. فاحنا نوفر ازاي؟ ان احنا نقارن الكفرج ونحط الكلاس كود مظبوط والتفاصيل كويسه والديدكتبل كويس، ونقارن شركه يعني انا في دقائق نقدر نجيب اسعار 20 شركه. مين عنده وقت بقى يروح يتصل ب 20 شركه؟ احنا عندنا سوفت وير وبرامج نحط البيانات نقول له الشركه دي بكذا ودي بكذا ودي بكذا، وفرنا وقت.
احيانا مثلا ممكن تبقى شركه افضل من شركه، فنشوف اللي قدامنا ده هل يهمه السعر ولا يهمه الكفرج ولا يهمه ثقه الشركه وسمعتها. اوكي، فاحنا اوعدكم الحلقه الجايه ممكن نبقى نجهز اسماء الشركات والهيستوري بتاعها وعدد الموظفين، لان احنا كمهاجرين ما عندناش خلفيه باسماء الشركات كلها، عندنا خلفيه ببعضها اللي هو متواجد قدامنا فقط. ده حقيقي. طب انا مش عارفه حضرتك هيكون عندك معلومه دي ولا لا، ان دايما لما بقى احط السوشيال بتاعي في اي حاجه السوشيال بيجيت افكتد، يعني بيبقى باين على الريبورت ان انت عملتي تشيك كده. هل السوشيال، هل الكريدت بتاعي سكور هيقل؟ لا، بص اللي بيحصل ايه، يعني ده في كاليفورنيا. أيوة. في تامين العربيات والبيوت والحاجات دي السوشيال سيكيورتي اوبشن مش اجباري. في الولايات التانية ممكن بيعملوا ران للريكورد. أيوة. يعني احنا لما جينا اتعاملنا بعد ما اصبحنا لايسنس في ولايات تانية فلقينا انه كده بيقول لك مثلا ران الكريدت بالاسم والعنوان ولا بالسوشيال سيكيورتي، لكن احنا في كاليفورنيا ما فيش كده. يعني هم لما يجوا يتشكوا على السوشيال بتاعك عشان يشوفوا الدوك ما ممكن بالاسم كود. والعنوان. أي. وممكن بالسوشيال. أي. ده بالنسبه للولايات التانية. الولايات التانية لكن في كاليفورنيا اختياري. اختياري. يعني في الولايات اللي غير كاليفورنيا بيأثر في السعر، هنا ما يأثرش، في كاليفورنيا ما يأثرش. اوكي. طيب ممتاز يا فندم جدا. طيب في استاذ جيمي كان معلش سألني من بدري بيقول لي انا جاي سياحة شهرين بس، هل ممكن اعمل تأمين بالرخصة بتاعت مصر وما عنديش رخصة دولية؟ ماشي، ينفع. ينفع. معانا شركات عملاقة بتقبل الرخصة الأجنبية أو الرخصة الدولية. اوكي. وهو لو قعد شهرين بقى هنخدمه في حاجة. لو هو مثلا هيروح يأجر مثلا من طب رئيس مثلا عربية لمدة شهرين، فلما هيجي يأجر العربية هيقولوا مثلا إيجار العربية 30 40 أيا كان السعر، هيقولوا له محتاجين إنك تعمل تأمين، والتأمين ده هيكلفك $25 في اليوم مثلا. أغلب الأحوال بيبقى 25. ماشي. ده. يعني هيدفع له $750 في الشهر، لو قعد له شهرين هيدفع له $1500 تأمين غير الإيجار بتاع العربية. احنا بقى هنا ممكن نوفر له ازاي رغم دي وثيقه يعني شهرين يعني بالزبون مستمر، لكن احنا نحب نوفر للناس، فممكن ساعتها بنعمل له حاجه اسمها نون اونر بوليسي، دي بتغطيه كلايبيليتي، تفيد الغير وبيديها للمكان اللي هو مأجر منه، بس بيعمل بقى الكوليجن مع المكان اللي مأجر منه. يعني احنا نغطيه لايبيليتي، احنا نغطيه الوثيقه النون اونر تغطيه للغير، لكن ما تغطيش عربيته هو، تغطي الان انشورد ممكن. فهو بقى بدل ما بيدفع $25 للمكان اللي مأجر منه ممكن يدفع 9، يبقى هو كده وفر ايه؟ $16 في 30 يوم ب 480. ايوه. وكده عنده نفس نفس الكفرج يعني. طب ممتاز. فدي برضه احنا بنعملها خدمه دايما للزائرين وبتفرق جدا. طبعا ممكن ناس تيجي سياحة وبعد كده في المستقبل تيجي فيقولك أولى بيا اللي خدمني مثلا. أيوة ده حقيقي. طيب انت بتخدم الكل يا استاذ الله سامي، ربنا يخليك. طب استاذ سامي عايزين نتكلم شوية بقى على تأمين البيوت والكوميرشال وكده. عايز اقول في البيوت ما نسترخص لانه الباكج بيختلف. أوكي. يعني مش الموضوع سعر وخلاص، لا، الناس عايزه تحس انها متامنه وخلاص برضو. ما انا اجيب سعر عن طريق ايه؟ ان اقارن بين اكتر من شركه، ودي احنا بنعملها للعميل. طبعا. انه بنقول له مثلا شركه بيركشاير هاثاواي سعرها كذا، ليبرتي فيوتشر سعرها كذا، نيشن وايز سعرها كذا، بنوفر له الوقت ونشوف له افضل، لكن لازم الديدكتبل يبقى قليل. في ناس بتعمل ديدكتبل 5000 ومتخيلين ان عمرهم ما يعملوا كليم، لا، ممكن شويه ووتر دامج، مشكله في السباكه، ماسوره ميه تضرب تحت الارضيات تكلف ارقام كبيره، في كليمز بتعدي ال 100,000 ووتر دامج فقط. في مثلا ممكن يبقى الحمامات يبقى فيها مثلا مولد، فده مضر للصحه لازم يتشال، ففي حاجات كتيره ممكن كليم تحصل، فما نتوقعش انه مش هيحصل كليم، في حاجه خارجه عن الاراده. فهنا نبص للديدكتبل، نبص ايه اللي متغطي، البيرسونال لايبيليتي مثلا بدل ما هو 100,000 لو خليناه 300,000 هيزيد له $20. ممكن في حاجات نضيفها اوبشنال، يعني لو حد عنده مجوهرات، عنده مثلا خاتم الماس. شوف هنا انت قلت ايه؟ ما عنديش اثبات للرسيد لما انت بيتك اتسرق. هنا بقى لما بنيجي نضيف
المجوهرات لازم نجيب ابريزر شهادة تكمين او الرسيد بتاع الشركة. وبيسألونا بقى هل ده موجود في خزنة ولا بره خزنة كل حاجة. في حاجات كتير ممكن اضافية نضيفها، لو حد عنده انتيكات، لو حد عنده مثلا سوفت وير سوري سيلفر وير ده برضو متغطي، حاجات موسيقية، كاميرات، استامب، حاجات تذكارية، كل ده نقدر نضيفه نظير تكلفة بسيطة. يعني مثلا من الحاجات المهمة جدا سواء رينتال او كوندومينيوم او سينجل فاميلي، ممكن باقل من $20 نضيف كفرج لكل اللابتوب، ايفون، كمبيوتر، كل الحاجات دي مثلا نضيف كفرج 10,000 يكلفنا $20 في السنة. واو. فلو حصل مثلا التليفون اتسرق ساعتها يبقى متغطي في بسيطة. حتى لو انا بره في الشارع في السوبر ماركت ادفع الديتكتبل مثلا $50. شوفوا لو واحد راح مع شركة الموبايل، في ناس انا اسمع بتدفع $8 في الشهر او $10 اكتر كمان، يعني كده بيدفع له $100. نظير انه في تأمين البيت $20 تغطي مش التليفون بس، تغطي الايباد، الايفون، التابلت، كل الحاجات دي. طب ده معلومة خطيرة جدا يا استاذ سليم. والمجوهرات هل ده برضو في كاليفورنيا ولا ممكن تكون في الولايات في التانية؟ وصيحة. فدايما نبص دايما الشركات بتعمل اكتر من باكج، يعني باكج مثلا بيزك، واحد تاني مثلا اعلى في المستوى او بيغطي حاجات زيادة. ففي بيوت بالذات واساسا التكلفة مش كتيرة، يعني احنا مثلا عندنا في التأمين العربيات ممكن وثيقة التأمين توصل 10,000 مثلا او 12,000. معقولة في السنة؟ ما هو مثلا عربيات غالية، في يونج درايفر، في حاجات فيها حوادث، تيكتات، حسب الريكورد. لكن البيت هندفع 1,000, 1,500, 2,000، ما زال تكلفة معقولة. والكليمز برضو بتاعت البيوت بتوصل لأرقام كبيرة جدا. فاحنا دايما اللي بلاحظه الناس بتبقى مهتمة بالسعر فقط، لازم نعرف برضو الكفرج ايه، عايزين نوفر، لازم نتعامل مع اكتر ونفهم. بروكر هيجيب لي 10 شركات يقول لي ده افضل سعر فيهم واحسن كفرج. انا حريص جدا جدا ان اوضح للناس حتة الديدكتابل والكفرج، وانه مثلا لو زودنا الحاجة دي تكلفتها بسيطة. يعني الناس بتفاجأ مثلا ما اجي في تأمين العربيات واقول له التوينج ب6 دولار في السنة. لو حبيت ده يسمح لك كل مرة شركة التأمين تدفع لك لغاية $50، عايز تزود الخمسين دي المية هتدفع $12 في السنة، يعني $1 في الشهر. لو راح شركات تانية هيدفع له مثلا $50-$60. ده حقيقي. احنا هنا كل عربية بتصرف $6، يعني $0.5 في الشهر. عايزين نعلي المبلغ نعلي. استاذ سامي انا ما سمعتش عن موضوع التوينج في الانشورنس ده غير منك، يعني انا اشوف بقالي قد ايه بقى ما حدش قال اي حاجة خالص. الكار رنتال مثلا انه لو العربية بتتصلح نتيجة حادثة بنعملها مثلا بتصرف $26 في السنة. انه يقدر يأجر عربية مثلا $30 في اليوم، لا بحد اقصى شهر، عايز يخليها ب45 التكلفة بتزيد حاجة بسيطة، عايز يخليها ب60، ففي اوبشنز كتيرة. فاحنا دايما الناس ايه عايزة توفر وقت، لكن احنا نحب نوضح اقول له دي تكلفتها الان انشور تكلفته كذا. لو مش عايزه يعني واحد مثلا عايز يقلل التكلفة، فالان انشور لازم يمضي فورما ان هو موافق انه تستبعد من الكفرج بتاعه. طيب مظبوط. طب انا عارفه ان حضرتك موجود في كذا ولايه مش كاليفورنيا بس، الف مبروك يا فندم. قول لنا بقى الولايات بقوا كام ولايه بقوا فين؟ ميشيغان، تكساس، مبروك، تينيسي، انديانا، كاليفورنيا. خمسة. ان شاء الله خلال شهر هيوصلوا 15 ولايه بنعمه ربنا. ان شاء الله. لانه الحقيقه بيجي لنا مكالمات من الولايات الثانيه. طيب. احيانا مثلا ايه يبقى في جاليه قليله، مفيش حد بتاع تأمين بيتكلم نفس اللغه. طب فاحنا من كاليفورنيا نقدر نبيع للناس دي كلها، لان هي نفس الشركات. بما ان هي شركات كبيره فهي متاحه في اغلب الولايات. فموضوع بالنسبه لنا ان احنا ننمي الشغل نفس الشركات، هنبتدي نبيع للناس اللي مقيمين في الولايات التانية. هقول لك بقى تاني، انت محتاج ايه من الناس اللي بتشوفنا دلوقتي اللي مش موجودة بقى، يعني او حتى موجودة في نفس الولايات وعايزين يبقوا ايجن معاك، محتاج منهم يجيبوا لك ايه او يكلموك يقولوا لك ايه؟ ما هو بس المطلوب منهم انه ياخدوا اللايسنس. اللايسنس في ولايات يعني مثلا زي تينيسي
مفيش مذاكره، مجرد تدفع الرسوم فقط بتاخد معقولة. اللايسنس. وانت بقى اللي بتعلمهم بتوريهم ازاي مثلا يبيعوا. رسوم اللايسنس برضو بتختلف من شركه للتانيه. صراحه كاليفورنيا من اغلى الولايات يعني، في كل حاجه صح. يعني لما جربنا ميشيجن مثلا رسوم اللايسنس لا تتخيلي $10 في السنه، هنا مثلا في كاليفورنيا 340، فشوفي الفرق. فرق كبير. يس. فاللايسنس بس، واحنا جاهزين بالابوينمنت بالشركات الكويسه، اللي عايز يشتغل بار تايم فول تايم كله متاح. يعني سهل قوي الناس تبقى بار تايم كده يوم الويك اند ساعتين بعد شغله، يقدر يعمل دخل اضافي ويقدر يستفيد بخبراتنا وسمعتنا انه يزود دخله. طبعا طبعا، فدي فرصه كبيره قوي للناس اللي عايزه اكسترا ماني، وانهم يعملوا اكسترا فلوس، انهم يكلموا استاذ سامي بشاي يقولوا له احنا عندنا الرغبه ان احنا نكون انشورنس ايجنت مع حضرتك في الشركه، وهو هيديك كل الانفورميشن. نحن هنفيدهم بخبرتنا، ايه طبعا. الشركات الكويسه، ايه الاسعار. يعني زي ما بقول لك، احنا حاليا مثلا احد الموظفين معايا البروجكت اللي هو شغال فيه انه يجمع احسن 10 شركات في كل انواع من انواع التامين في كل ولايه من ال 15. دي طبعا بالسهله، اي حد مش هيقدر يوصل للارقام دي. ايوه طيب ممتاز. هو في شركات مختلفه في ولايات تانية؟ في ولايات تانية في اسماء وجدناها أسماء مش موجوده في مش كاليفورنيا. موجوده في كاليفورنيا وانت وفي تقدر شركات تكون معاها. ممكن بعض الشركات هنا ما تبقاش موجوده. يعني دايما كل شركه بتدينا كده زي شيت يقول مثلا هم متواجدين في الولايات ايه. يعني بيركشاير هاثاواي متواجده في 50 ولايه، ليبرتي ميوتشال، نيشن وايد. يعني على فكره يا جماعه بروجريسيف، نيشن وايد، بيركشاير هاثاواي، ليبرتي ميوتشال، دول من اكبر 10 شركات على مستوى امريكا. فاحنا وكلاء ليهم. ميت لايف، ترافلر، ذا هارد فورد، كلها اسماء تقيله. كلها اسماء كبيره مظبوط. يعني شركات لونج، يعني سنين طويله في البيزنس، الريت بتاعها اي بلس. ممتاز. فدي شركات نشتري منها واحنا مغمضين. بس برضه هم ليهم طلبات. ما ينفعش واحد عايز لايبيليتي الحد الادنى ويعملوا له، هم عايزين برضه زي ما هم شركات بريفيرد عايزين العميل البريفيرد المميز. اللي عنده مثلا عربيات وبيت يعمل باكج، عايز كفرج عالي، عايز فول كفرج. في شركات تانية بقى نون ستاندرد، دي لو حد عايز مينيموم كفرج وكده. طبعا لما اتعاملنا مع الولايات التانية، مثلا احنا في كاليفورنيا هنا في تامين العربيات عندنا الحد الادنى 15,000 30 5. مظبوط. مثلا تكساس 30 60. ما عندهاش 15. في ولايات تانية مثلا 25 50. فالامور دي بتختلف من ولايه للتانية. عشان كده دايما اللي مشاهدينا في اي لما نتكلم عن اوباما كير او تامين العربيات يلاحظوا ان في بعض الخلافات الاختلافات ما بين الولايه والاخرى. مظبوط. وبتتعلم حاجات جديده دلوقتي يا استاذ زاهي. انا عاشق للتامين. أيوة. لما الواحد يشتغل شغل يكون بيحبه يقدر يدي فيه كويس. وانت بتبدع جدا في كل الايفنتس موجود، يعني ما شاء الله. يعني بصي لو بصيتي التامين، يعني مثلا المحامي، المحاسب، مهن كتيره ممكن الشخص يتعامل معاها مره واحده في الحياه او مره في السنه، لكن احنا التامين موجود في كل مجالات الحياه. فاحنا شغلنا متداخل مع الكل، مع الريل استيت، مع يعني. وبعدين ايه اكتر حاجه اي اسره ممكن توفر فيها؟ التامين. زي ما بنقول كده، ممكن تامين السيارات ده نوفر النص، تامين البيوت قدرنا نوفر للناس النص مع شركه كبيره. يعني ممكن لما الشركه تكون كبيره ما تخافش قوي من اسم الشركه الكبيره، لان ممكن يكون فيها توفير. ما هو اسم المشكله اللي بتواجهنا احنا كمهاجرين. فاحنا مش عارفين الاسماء الشركات كلها. ايوه. يعني احنا مثلا في مصر مثلا كان في ماركات كتير هنا مش موجود. يعني كنا مثلا نعتز مثلا بماركه ناشونال، هنا ما فيش ناشونال. مثلا عربيه بيجو هنا ما في. هل ده معناه ان هي مش متواجده هنا، ان الماركات دي ضعيفه؟ ايوه. فاحنا نفس الفكره، واحد جه لقى اسم الشركه الفلانيه فاقتنع ان هي شركه كبيره. لا، في شركات احسن منها. فنقدر نعرف البيانات دي ازاي؟ بالارقام. نعمل سيرش اونلاين، ممكن نتصل بالديبارتمنت اوف انشورنس نعرف الريت بتاع الشركه، ممكن نخش مثلا على موقع ويكيبيديا نشوف الهيستوري بتاعها، اتاسست امتى، كم موظف. يعني مثلا ليبرتي ميوتشال فيها 50,000 موظف. واو. مبيعاتهم 39 بليون دولار بليون في السنه.
يجي واحد بقى ما سمعش اسم ليبرتي ميوتشال يبقى معناه ان هي شركه وحشه، او ممكن الايجنت الغير امين يقلقه يقولوا لا دي شركه ما بتدفعش. طب ماشي، اتاكد بقى من كلام الايجنت بتاعك وخش اونلاين وشوف بيانات الشركه. يعني الناس اللي بيشتروا كل سنه ب 39 بليون دول يعني هوب. ده حقيقي. مثلا بيركشاير هاثاواي ممكن واحد مهاجر ما يعرفهاش، دي السنه اللي فاتت بايعين بليون و700 مليون. بليون و700 مليون. يعني بقى واحد مش عارف اسم الشركه يقول عليها شركه وحشه؟ دي شركه مميزه جدا جدا بيمتلكها وارن بافيت. ما ممكن واحد ما بقاش عارف مين وارن بافيت، مشكلته. مشكلته صح. فهو ممكن ترجع طريقه البيع بتاعت الشركه ازاي؟ الشركه بتعتمد في البيع على التواجد في المحلات او في كل بلاز، شركه تانية بتعتمد على البروكر. يعني انا مثلا لما كنت ابيع للناس ميت لايف، يجي ايجنت يقول لهم ميت لايف دي بتاعت تامين على الحياه، ده اسمها ميت لايف. طب ماشي، ميت لايف بتعمل عربيات، بتعمل بيوت، بتعمل كوميرشال. فكنت بواجه يعني انا عرفت الناس حديد. بالشركه بقيت ابعت له مثلا اعلانات يوتيوب عشان يشوف الشركه امكانياتها ايه، ابعت له اللينك بتاع الريت، اللينك بتاع موسوعه ويكيبيديا، فالناس بقت تقتنع ويمسكوا بقى في الشركه. لما يجربها في كليم ويلاقي السيرفيس بتاعتهم عاليه، يعني نيشن وايد نمره واحد في الكليمز او في الكاستمر سيرفيس ساتيسفايد. ممكن واحد مهاجر ما يكونش سمع الاسم ده، لكن بالارقام هي من اوائل الشركات في الخدمه ورضا العملاء. ده حقيقي. طيب يعني انت عليك كمان عائق ان انت كمان تعرف الناس بالشركات يا استاذ سام. ما بص، في ناس بتبقى واثقه وفي ناس تقول لك لا ما اعرفش. يعني انا مثلا في شركه اسمها مافري. مافري دي نمره واحد في اسبانيا، نمره واحد. لو بنتفرج على منتوشه الدوري الاسباني هتلاقي اعلاناتها باللون الاحمر، مافري ام اي بي اف ار اي، ده اختصار يعني الاسم بتاعها. دي نمره واحد في اسبانيا. لما شركه تطلع من اسبانيا وتبقى شركه عالميه منتشر في بلاد تانية، واحد يقول لي انا ما سمعتش اسمها. فعايز اقول لك مثلا في عميله بتدفع 3200 جبت لها سعر 1600 النص، الايجنت قلقها قال لها انا ما سمعتش على الاسم ده. طب خش اونلاين شوف البيانات بتاعت الشركه. فاحنا في مجهود برضو ان احنا نعرف الناس بالاسماء. مظبوط. او نجيب لهم اللي يطمن، لان هو التامين ايه؟ بيس اوف مايند. لو الشخص قاعد قلقان مش مطمن للشركه اللي هو معاه، يبقى كده ما حققناش الغرض من التامين. التامين يضيع القلق، يخلينا كده في 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 ما نقلقش على ممتلكاتنا وعلى حاجتنا. فانا اللي مش مقتنع بالاسم بجيب له ما يثبت ان الشركه دي كويس. ايوه صحيح. يعني عندنا مثلا ليبرتي ميوتشال في كده زي صفحه فيها البيانات. لما تكون شركه من اكبر ثلاث شركات في امريكا، موظفيها 50,000، 39 بليون، الاصول بتاعتهم 104 بليون، دي شركه تطمن لها. مش شركه مثلا بقى لها 10 20 سنه او امكانياتها ضعيفه. وبعدين دي تكتلات. يعني مثلا ليبرتي ميوتشال، ميوتشال اوف اوماها، ناشونال جنر، مجموعه شركات. فسيفكو نفس المجموعه برضه. مظبوط. طيب استاذ سامي، طبعا انت الشركه بتاعتك من اكبر الشركات برضه، عشان نتكلم على الموضوع في العربيات. يعني انت بتعمل تامين بيوت وكوميرشال، بتعمل تامين على الحياه والعربيات، وبرضه اللي يقول لك اوباماكير، ميديكال، دنتال، ميديكال. واحنا دلوقتي الميديكال بيفتح في شهر واحد بس، وقفل دلوقتي. لا الميديكال طبعا احنا في كاليفورنيا اسمه ميديكال، في الولايات التانيه اسمه ميديكير. ايوه. سوري، ميديكيد. الميديكير اللي هو للناس اللي بيستفيدوا من السوشيال سيكيورتي. ايوه. فاحنا في كاليفورنيا الميديكال نقدر نقدم عليه اي وقت طول السنه. لكن اوباما كير كفرد كاليفورنيا، او الاسم القانوني ليه افوردبل كير اكت، دوت متاح بس 3 شهور. السنه اللي فاتت كان من نص اكتوبر لنص يناير، السنه دي لسه ما عرفناش هيبتدي امتى، بس السنين اللي فاتت كان من اول نوفمبر لاخر يناير. فدي ال3 شهور اللي بيقدم جديد يقدر يقدم، اللي عايز يغير الشركه، اللي عايز يغير البلاد، دي الفتره اللي يقدر يغير فيها. في بقى بعض الحالات الخاصه او الاستثنائيه، اللي هي مثلا لو واحد لسه واخد اوراق الاقامه فمش هيستنى لغايه ما الاوبن انرولمنت تيجي، يقدر يقدم خلال 60 يوم من تاريخ حصوله على اوراق الاقامه. بنسميها
يعني زي سبيشال ايفنت، مثلا حد نقل من ولايه لولايه برضو ده من معاه انه خلال 60 يوم يقدم. لو واحد مثلا خرج من ميديكال وعايز قالوا له انت الدخل بتاعك زاد فانت لازم تروح كفر دي كاليفورنيا، معاه برضو 60 يوم، او ممكن ما يخسرش اي يوم، يعني من يوم ما يخرج من ميديكال يبتدي على طول كفر دي كاليفورنيا. واحد فقد وظيفته ففقد التأمين اللي كان بياخده من خلال الشغل برضو يقدر يقدم خلال 60 يوم. دي الحالات الخاصة، لكن غير كده في خطأ شائع، الناس دايما فاكرة انه ممكن يشتري تأمين في اي وقت. التأمين الصحي وضع خاص، في اوبن انرولمنت، ما يجيش واحد يقول انا عايز اعمل عملية عايز تأمين دلوقتي، ما ينفعش، لازم يستنى الاوبن انرولمنت، والاوبن انرولمنت ممكن التأمين يبتدي معاه من اول السنة. مظبوط. طيب كلها معلومات قيمة جدا جدا، احنا بنشكرك جدا استاذ سامي. واستاذ سامي اللي عايز يكلمك ممكن الرقم التليفون اللي يكلمك عليه ايه؟ يعني الموبايل عشان في ناس بتتكلم من بلاد خارج امريكا، يعني 714-335-4400. 4400 سهل قوي، 714-335-4400. استاذ سامي بشاي ومتواجد معاكم، كلموه في اي وقت، وحتى لو انتوا لا مش اي وقت يعني برضو ايه خلينا في اي وقت، في العمل الساعه 5 بتوقيت كاليفورنيا، يعني لو هم هناك مش عندهم الساعه 24 ساعة 8 يعني. ايوه مش عارفه، يعني الناس في ناس كتيره بتبعت مسج تقول لي ايه الوقت المناسب اكلمك، فلو انا متاح برد، لو مش متاح بقول له طب مثلا اول ما التليفون بتصل بيه، هو بيرد على كل المكالمات. لكن في ناس كتير بتكلمنا من بلاد بره مصر، يعني بره امريكا، مصر، سعوديه، خليج، بلاد كتيره، خاصه يعني اللي بيجوا مثلا مهاجرين معاهم جرين كارد بيبقوا عايزين يسالوا ايه اللي ممكن يجيبوه. فاحنا بنقول اي حد نقدر نساعده مع شركات كبيره جدا، لو جاب صوره من الرخصه بتاعت بلده او رخصه اجنبيه او الرخصه الدوليه نقدر نعمله تامين عربيه. تعملوا اوكي بالرخصه الدوليه او بالرخصه الاجنبيه. طيب تمام، يبقى 714-335-4400. وكمان طيب بنحسب لهم الخبره بتاعتهم. أيوة. يعني لما يجيب صوره اللايسنس يحاول يجيب صوره من اقدم واحده عشان نحسب له سنين الخبره دي. سنين الخبره بتبقى مهمه جدا، بتقلل فلوس كتير. فشوفي بقى حضرتك لو ايجنت وكيل لشركه واحده، الشركه دي ممكن ما تعملش بالرخصه الدوليه، ما تعملش برخصه اجنبيه. لكن احنا عشان معانا كم كبير من الشركات بنقدر نجد لكل واحد الاحتياجات بتاعته. علشان احنا معانا استاذ سامي بشاي بنلاقي كل واحد احتياجاته من التأمين. ان شاء الله. شكرا جدا يا استاذ سامي لحضورك معانا في اسأل مع ميرا والسبورت اللي دايما بتديه لسي سات، احنا بنشكرك جدا جدا وبالتوفيق ان شاء الله دايما، ونشوفك الشهر الجاي اول جمعه من الشهر. بنعمة ربنا، شكرا ليك، ربنا يبارك. شكرا ليك. اعزائنا المشاهدين بشكركم جدا ببرنامج اسأل مع ميرا، انا شايفه وجوه جديده وناس جديده بتتفرج علينا دلوقتي، فاتمنى ان انتم دايما تتابعوا برنامج اسأل مع ميرا كل يوم جمعه الساعه 6 بتوقيت كاليفورنيا و9 بتوقيت نيويورك، وكل يوم سبت الساعه 4:30 بتوقيت كاليفورنيا و7:30 بتوقيت نيويورك. ورقم استاذ سامي ورقم كل الضيوف اللي بيطلعوا معايا موجود في الكنترول روم، كلموا سيسات اي وقت واسالوا على الرقم فهم يديها لكم على طول. وكل الحلقات القديمه هتلاقوا حلقات من سنين كتير، لو عايزين تتعلموا على اي مجال في مجال الطب او التامينات او الريل استيت هتلاقوه موجود على اليوتيوب برنامج اسال مع ميره، تستفادوا كتير جدا وتقولوا لاصحابكم. بشكركم جدا جدا على كل السبورت اللي انتوا بتدوه للقناه، واشوفكم على خير، تصبحوا على خير، باي باي.